أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ قل، يبقى ثبتت الإيه؟ الواسطة بين الله وبين عباده. واسطة من؟ الواسطة البهية المنيرة الثنية، رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أنكر الواسطة وقع في ضائقة، وقع إيه؟ في ضائقة. إنما نفى الواسطة البهية ووقع في الشهوة الخفية. إزاي؟ أي واحد بيقول لك مفيش واسطة، ده هو عنده واسطة بس هو ما بيقولش عليها. إيه واسطته؟ نفسه. الذي ينكر واسطة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يضع ويثبت واسطة نفسه. واسطة ايه؟ ورسول الله اولى بالمؤمنين من ايه؟ فانت حطيت واسطة نفسك، احنا بقى حطينا واسطة النبي لانه اولى بانفسنا. فهمت ديت؟ لان النبي ده عليه الصلاة والسلام كل واحد اعتقاده على قده. يعني انت ايه اعتقادك؟ على قدك. العامي عنده اعتقاد، والعالم اعتقاده عنده بيزيد، والعارف اعتقاده، والنبي يعني 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 كل ما الواحد زادت انواره تعرف الى الله اكثر، فصار ربه ربا منزها اكتر من الايه؟ من اللي تحته. فديت مرايات، كل واحد بيشوف في مرايه نفسه، في مرايه النبي، في مرايه. فاصفى مرايه هي مرايه مين؟ هي دي اصفى واسطه واحلى ايه؟ واسطه. يعني لما النبي عليه الصلاه والسلام، افرض مثلا واحد قال اشهد ان لا اله الا الله، ما يدخلش في الاسلام، لازم يقول ايه؟ صح. لو واحد بقى قال ايه؟ اشهد ان محمدا رسول الله، يدخل في الاسلام. ليه يدخل في الاسلام؟ لان شهادته برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو يرى الله في مرآة رسول الله بس. يعني اعترافه برسول الله انه رسول من الله تدخله في الاسلام. انما لو قال لا اله الا الله بس، ما يدخلش في الايه؟ في الاسلام. يبقى في واسطه ولا مفيش واسطه؟ فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو محصله الدين والتوحيد، وهو الامل الوحيد، وهو الامل الايه؟ يعني كأن الواحد بيقول ايه؟ اللهم اني، اصل انت اعتقادك ده انت في ربنا، يعني الرب اللي انت عامله، انت عامل رب على قد على قد علمك. لما الواحد يزيد في العلم يلاقي لا، ربنا ما كانش كده. يزيد في العلم، ربنا ما كانش كده. فاحنا طب وبعدين؟ يعني احنا دلوقتي مؤمنين بس مشركين بالنسبة للي اعلى مننا، واللي اعلى مننا مؤمنين بالنسبه لنا ومشركين بالنسبه للي اعلى مننا. طب نعمل ايه؟ ما هو ما هي ما احنا مش عارفين حاجه. وانت شفت ربنا كده؟ ما تعرفش تقول عليه. ولكن انت بقى لما تقول ايه؟ اللهم اني افوض اعتقادي الى اعتقاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس خلاص. يعني اللهم اني اعتقد كل ما اعتقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانفي كل ما نفاه ايه؟ بس تبقى انت بلغت الايه؟ الغايه في التوحيد. فاللي بيثبت وسطه النبي عليه الصلاه والسلام ويفوض توحيده الى توحيد النبي عليه الصلاه والسلام، ده بنسميه من اهل الله. بنسميه ايه بقى؟ من اهل الله. غير اهل الاخره، غير اهل النار. يعني اهل النار دول
زمانهم محصورين بالزمان والمكان، أهل النار مكانهم ضيق وإذا ألقوا منها مكانا إيه، وزمانهم طويل وزمانهم إيه بطيء. أهل الجنة بالعكس، أهل الجنة جنتهم واسعة وزمانهم إيه بيبحبح بقى وبيمر، الأمور بتمر بسرعة. إنما أهل الله، أهل الله خارج دائرة الزمان والمكان، لا يحصرهم مكان ولا يحدهم مكان ولا يحصرهم زمان، لا هم لا سعة الجنان دي عندهم ولا حاجة بالنسبة لله سبحانه وتعالى. دول أهل الله، دول أهل مين؟ الله. يا رسول الله، يا رسول الله.